أنسس الذي ينطلق في هذا اليوم في أول انطلاقات التحديات الكبيرة، حيث نشهد انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. الشوط 17 يسير ويبدأ مشاهدي الأعزاء، ويضم هذه النخبة المميزة والشعارات المتناثرة على أرضية ميدان التحدي شوط خاص بالأبكار الحقائق. نتابع المقدمة والصدارة والمركز الأول، من تحتل المركز الأول هذه مشاهدي الأعزاء بعاد للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني تأتي في هذه اللحظات صجة لسلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي يتواجد هنا مع صجة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع القادمة مشاهدي الأعزاء في هذا التحدي الكبير، شيء للسيد عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل المري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع التحديات أفواج لصالح بن طالب مسلة بن عقيل النابت المري يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس عليها أكثر من رقم. نتابع مشاهدي الأعزاء من مخرجنا العزيز اللي على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات، شعار بن نابت يتواجد وينطلق في هذا التحدي الكبير. هذه مشاهدينا الأعزاء مطرة لحمد بن محمد بن صالح بصلع المري يحتل المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى، الفايف ستار في مقدمة هذا الشوط، ولكن نعود مباشرة إلى الإبعاد، إبعاد للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل النابت هنا المري لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري على اول المراكز، بينما المركز الثاني الظبي، من الجانب الاخر تاتي بشعار جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان المري، والمركز الثالث نتابع لا شيء لعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا مشاهدي الأعزاء والمركز الرابع صجة لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يتواجد شعاره في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع مشاهدي الأعزاء مطرة لحمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري القادم في المركز الخامس مع مطرة. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى في شوط الختام، وختام همسك بإذن الله تعالى 1500 متر عن الفوز والناموس. ونعود مباشرة إلى أبعاد، للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل على مقدمة هذا الشوط، ينطلق بناموس هذا في هذا التحدي الكبير، ولكن صجة تأتي بشعار سلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي مع المركز الثاني. هذه صجة مشاهدي الأعزاء، وهنا أيضا القدوم من قبل الظبي جابر بن حمد بن علي بن ضرمان المري، وايضا شعار بوصلعه بدا يتدخل مع مطره حمد بن محمد بن حمد بوصلعه المري. وهنا ايضا مشاهدينا الكرام وصلت النسايم، لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء، ولكن الظبي الفلا رمز العطاء شعار بن ضرمان جابر بن حمد بن علي بن ضرمان المري مع الكيلو المتر الاخير، يفتتح الكيلو المتر الاخير مع الظبي. هذه الظبي على البداية، ولكن القادمة مطرة حمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري مع المركز الثاني، تحمل الرقم واحد مطرة وتنطلق في المركز الأول في هذا الشوط المثير، ولكن المركز الثالث أتابع شعار السناري القادم مع نسايم حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع صجة سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي القادم بكل قوة مع صجة، وهنا أيضا اسم جديد بدأ ينضم إلى عالم الإذاعة، نتابع لتحمل الرقم 40 القادمة بكل قوة. ولكن نعود إلى البداية مع الأمتار الأخيرة، مطرة مع البداية، مطرة مع المقدمة، مطرة للسيد حمد بن محمد بن حمد بوصلعة المري على المقدمة يتواجد مع مطرة، ولكن اللي غيرت من الجانب الآخر الظبي جابر بن حمد بن علي بن ظلمان المري غير إلى المركز الأول، ينطلق مشاهدي
العزاء مع ناموس الختام. الظبي على البداية، الظبي تنتزع هذا الفوز، تنتزع هذا الناموس المميز في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. هذه الظبي مشاهدي العزاء طارت كالظبا إلى الناموس، إلى بر الأمان. جابر بن حمد بن علي بن ضرمان المري، تهانينا تهانينا والف مبروك على فوز الظبي بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه مطرة لحمد بن محمد بن حمد بوصل على المري. المركز الثالث نسايم لحسب بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الرابع محك لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديله المري. المركز الخامس جاءت في مشاهدينا الكرام صجة لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك الظبي على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط، جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان المري. التوقيت الزمني 6:07:48. تهانينا والناموس. المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مطرة لحمد بن محمد بن حمد بوصل على المري. التوقيت الزمني 6:08:96. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه نسايم للسيد حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. التوقيت الزمني 6:09:02. تهانينا والناموس. اذا مشاهدي الاعزاء هكذا انتهت الاشواط في هذه الفتره الصباحية.